يسلم هالصوت فرح، يا ريت بتعرفينا شوي صغيره على الباند اللي عم بترافقك لو سمحتي. شكرا ريتا. معي على البيس اندريس روتميستروفسكي، اهلا وسهلا. عندي وعلى البركشن والتشيلو ادم مألوف. اهلا ادم. نوع جديد من الميوزك، انا يعني شايف، يمكن انا مش عارف، يعني انت مزجتي انواع كثيره مختلفه من الميوزك. تفتكري ان الميوزك دي بتعبر فعلا عن الشخصيه العربيه او المراه العربيه؟ هي بتعبر عني، يعني انا بس بقدر احكي عن 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 الاكسبيرينس الشخصيه. يمكن يعني الي انا مراه عربيه، بس بعرف انه هذا مش يعني الموسيقى اللي بنعزفها مش عربي كلاسيكي، فبقدرش اقول انه بمثل كل العرب، بس بطريقتي هاي يعني فرح. بتمثلي حالك وعلى اجمل تمثيل بالحقيقه. يا ريت بتسمعينا شيء من الاغنيات الفولكلوريه التراثيه يلي اديتيها بطريقتك الخاصه. الفولكلور معناته بدنا نعمل مثلا دقي يا ربابا. الله، بابا شاكر. دقي يا ربابا. يا ريت كلنا سبعه. فرح تفضلي.
دقي 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 يا ربابا دقي عفراق الحبابة دقي 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 يا ربابا دقي عفراق الحبابة توكا 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 لا جيتارا توكا ميونا ربيتاي توكا 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 لا جيتارا توكا ميونا ربيتا بعد ما راحوا وغابوا ورطوا بقلبي العزابة بوزع لك المزيكا. مرات انا بوزع ومرات كلنا كباند ومرات الميوزيكال دايركتور تبع الباند تبعنا هو اندرياس ارنولد، فهو بوزع يعني معظم الاغاني، بس كمان اندرياس بحط ايديز يعني فانتاستيك ايديز وي دو ارينج اول از يعني انا شايف ان انتوا يعني التول او الايكويبمنت عربيه والطبله والجيتار وحضرتك، ولكن الشكل مختلف. يعني دج يا ربابا دي احنا سمعناها بطريقه مختلفه خالص. يعني هاي مثلا توزيعي انا دج يا ربابا. طيب فرح، بس الاغنيه الاوليه اللي غنيتيها خبرينا شوي صغيره، عارفين عليها؟ هي اول اغنيه غنيتها اسمها من غيرك، كتبتها هي بتحكي عن الحب من بعيد، ومزجت فيها الفلامينكو والبوسانوفا والجاز بالاخر سكات هيك، بس على عربي على طريقتي. طيب بس ما كان اني بتكالكوليتد، يعني طلعت معي الاغنيه هيك. يعني فرح اكيد نحن لانه موجودين هون طبعا ببرنامج عربي بهمنا نسمع اكثر من الفولكلور والاغنيات القديمه يلي سمعتك طبعا تحت الهواء عم بتغنيه، يا ريت بتسمعينا اكثر، مشتاقين كثير لهالاغنيات الحلوه القديمه. أكيد. شكرا حبيبتي. فينا نعمل ذا فولكلور، فينا نعمل ريدها. كثير هاي فولكلور. انا كنت مفكرتها ريدها انه فولكلور سوري، ولكن انت صلحتي لي وقلتي لي انه اردني. مزبوط اردني. نعم مزبوط. نعم. اوكي حسب علمي انها اردنيه صح؟ خلص يعني اردنيه. اردنيه احلى ما اعملها اردني اتليست يعني لما بنعزفها. تفضلي. ريدها هذا جزء من الشو. والعسل رجا وانا ريدها ريدها كافي.
طبعا انا استاذ مشاهدين يعني عايز نقعد اكتر مع الصوت الجميل ده والمزيكا الرائعه المختلفه، ف هسيبكم مع فرح والصوت الجميل ده لنهايه الحلقه، وتصبحوا على خير. ما تنسوش الاسبوع القادم الحلقه كلها حلقه بمناسبه المراه، وبقول لكل مراه كل سنه وانت طيبه، فهتكون ريتا ومعاها يعني ما اعرفش مين الضيوف اللي هيكون معاكي. نخبه من السيدات العربيات. فاذا مشاهدينا انا بشكركم على تتبعكم لهالحلقه، بمسيكم بالخير وبترككم مع فرح سراج. فرح لو سمحتي يا ريت بتنهي هالحلقه بصوتك الحلو وبتقدمي لنا اغنيه بتعبر مظبوط عن رسالتك يلي هي نشر السلام والمحبه من خلال صوتك الحلو ومن خلال موسيقتك الحلوه. شكرا ريتا وشكرا محمد. رح أدي الأغنية اللي كتبتها عن حقوق المرأة، إنه وبتقول إنه لن ننساكي، لن ننسى حقوقها. تفضلي. في عيونك مرة ثانية. في عيونك قوة، في عيونك قوة، في عيونك قوة، في عيونك صبر، في عيونك إيمان، في عيونك إنسانية، وفي قلبك حزن وتمني للسلام، في عيونك صبرك وحقك وحق ولادك.